السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. غبت عنكم مدة، نعوذ بالله من الكسل، بس تغير دوامات الرجال وصار الواحد ما يعرفش يزبط نفسه. ادعولنا الله يفرج هالغمة عن هالأمة وعنا جميعا يا رب العالمين. نبدأ سورة المائدة صفحة 124. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتقد واضحة، ما بدهاش أي تفسير أو توضيح في التلاوة. أحل لكم صيد
البحر وطا و، انتبهوا للواو، وطا وطا موهو. قلت لكم دائما الحركة الفكية الأمامية هاي بتكون وين؟ في المرقق أكتر من المفخم، تمام؟ هاي البحري، البحري و و وطا، عندي الطا وطا طاعا العين، العين تمام. ص صي صي دو. واتقوا الله الذي لا تح تح تحشى تحشرون. طيب والهد والهدية والهد د والهدية، طبعا الدال على وضع الساكن لأنها مقلقلة وساكن. وما في الأرض الأرض. شوفوا لما اجيت عند الضاد اشتغلت من الداخل، من قدام ما اشتغلتش. ليه؟ لأنها ضاد مفخمة. طيب العقاب تمام. غا غا كله من الداخل، كل التفخيم من الداخل، تستخدميش فكك الأمامي للتفخيم أبدا. غا غفور غفور را رحيم. انتبه. والطا والطي والطيب. بس ثم ثم أصبحوا أصبحوا بها كافرين. والمهم تنتبهوا للواو، ليست واو ولا واو وصي، لا واو وصي ووصيلة. طيب خلاص هذه في همزتين أجا عن أشياء أي اعطوا شد للهمزة، اعطوا شد للهمزة تمام. بس هذا انتبهوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.